افتتح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير الذي نظمه المركز بالتنسيق والتعاون مع وزارة البيئة. وقد مثل المعرض والمنتدى ملتقى عالمي يعكس جهود المملكة الكبيرة في دعم الغطاء النباتي وحماية البيئة محليا وأقليميا وعالميا. يتضمن هذا المعرض والمنتدى أحدث ما توصلت له تقنيات التشجير ومكافحة التصحر والري وتطوير مصادر المياه وتنمية الغابات والاستفادة منها، كما ستطرح خلال المنتدى أبحاث ودراسات في هذه المجالات. عرضت رؤية المعرض والمنتدى بشكل واسع جهود المملكة المبذولة للمساهمة في دعم الغطاء النباتي عبر كثير من المبادرات والمحافظة على التشجير ومكافحة التصحر والاستدامة. حقيقة احنا جينا في المنتدى هذا والمعرض بنقدم تقنية مرة متطورة ما هي موجودة في الشرق الأوسط بكامله، هو تحويل عبء على المزارع وأصحاب المزارع اللي هي مخلفات النخيل، بحيث أن المخلفات النخيل نحول الطن الواحد منها إلى قيمة مادية أكثر من 70,000 ريال، بينما طن التمور نفسه ما يدي أكثر من 7,000 ريال. فهالتقنية تقنية متطورة وجديدة من ضمن المبادرات، وهو مشروع استزراع 1,000,000 نخلة من الأصناف المميزة بالسلطنة. من ضمن المشاريع اللي تتميز بها السلطنة اللي هي، وهي أيضا من ضمن المشاريع الكبيرة على مستوى المنطقة والفريدة، اللي هي حديقة نباتات والأشجار العمانية. طبعا هذا المشروع راح يتم تمثيل جميع البيئات الممثلة بالسلطنة، البيئات الجبلية، البيئات الساحلية، البيئات أيضا الأودية والمتنزهات في هذا المنطقة. هدف المعرض والمنتدى إلى المساهمة في تحقيق عدد من الأهداف، منها التعرف على نماذج النجاح المطبقة عالميا والجمع بين كبار المستثمرين وقادة الشركات وصناع القرار ومقدمي الحلول التقنية وقادة الصناعة الخضراء المهتمين بالمناخ والقضايا البيئية. طبعا المدينة الذكية الهدف منها تحويل المدن من مدن تقليدية لمدن عصرية ذكية مواكبة التحول الرقمي، وإحنا بالشركة نعتبر رؤية المملكة هي محور لانطلاقتنا إن شاء الله وبإذن الله لتحقيق إنجازات في أرض الوطن وجعلها من الدول المتقدمة في مجال التقنية الزراعية. لهذا إحنا نشارك على هامش المؤتمر مجموعة شركات، شركة سمارت سيتي وكذلك شركة فورم وشركة ديمترا، كلها مختصة في التشجير واستخدام التقنيات الحديثة. المؤتمر اليوم مؤتمر جدا فعال وعالمي، نشكر سمو سيدي ولي العهد على رعايته ونشكر معالي وزير البيئة والمياه والزراعة. نتطلع إن شاء الله من خلال مشاركتنا هذه نوضح للجمهور معلومات وافرة عن المركز الوطني لإدارة ودوره إن شاء الله الحالي. الحمد لله من ضمن الإنجازات حققها المركز الآن صدر النظام اللائحة التنفيذية واعتمدت، وفي عدة مشاريع الآن المركز الوطني شغال عليها من ضمنها المخطط الشامل لجميع مدن المملكة العربية السعودية، وضع استراتيجيات لقطاع النفايات متوائمة مع استراتيجية البيئة. تضمن المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير مجموعة من المحاور الشاملة والمتكاملة والمتعلقة بالتشجير وتقنياته ومكافحة التصحر.